السلام عليكم، صبحهم وربحهم. الآن طالع إن شاء الله من دلهي إلى آقرا، آقرا اللي فيها تاج محل وأشهر معالم ومن عجائب الدنيا. المسافة تقريبا من وسط دلهي إلين توصل إلى آقرا أو إلى تاج محل تقريبا 220 كيلو، تأخذ منك من 3 ساعات إلى 4 ساعات كحد أقصى. الطريق السريع اتجاه واحد تقريبا 300 روبل، والذهاب والإياب 600 روبل تحسب على السيارة. في نص الطريق حاليا وقفت في محطة فيها كافيات، فيها مطاعم، فيها دورات مياه وانت بكرامة، وأشهر محل شفته ستاربكس، هذا اللي موجود في هذه المحطة. ريح شوي ونكمل. هذه المباني اللي موجودة في المحطة، وهذا هو كافي ستاربكس، وهناك مطعم صبوي. وصلنا الى مواقف تاج محل. وصلنا إلى مواقف تاج محل، ومن هنا خلاص تمنع دخول السيارات، لأنك تركب على الباصات أو سيارات الجولف الموجودة هذه. الرسوم لأهل الهند 10 روبية لكل شخص، أما الرسوم لدخول تاج محل فأعتقد أنها بحدود 1000 روبية للشخص. ينتشرون في هذه المنطقة، ما عليكم الأشياء المعلقة، ينتشرون في هذه المنطقة اللي هم الهنود، اللي يقولك إحنا مرشدين سياحيين لهذه المنطقة وإحنا رسميين، وهذه بطاقاتنا منتشرين بشكل غير طبيعي، وهم ينشبون لك واحد تخلص منه يجيك الثاني والثالث والرابع لين تركب الباص وتمشي. يقول لك هذه تسعيراتنا احنا للهنود بحدود 1900 لان نرشدهم، وللاجانب بحدود 1000. طبعا اذا كنت محتاجه انت بتقدر تكاسر وتاخذه ب 600 700 500 تقدر تاخذه. وش هي الخدمات اللي يقدمها؟ انه يرشد، شيء الثاني انه يحميك من السرقه، يحميك من القلق اللي داخل، لان كثير ينشبون لك ويسولفون معك وهنا. فيقول لك انا اصير الحارس الشخصي لك والمرشد في نفس الوقت. للي ما عنده اي معلومات عن تاج محل ولا قرا عند تاج محل، يفضل انه ياخذهم، ولكن يكون حذر ولا يحاسبهم الا بعد نهايه الرحله. اما اللي قاري عنها فما يحتاج لها لا قائد ولا هم يحزنون، هو بنفسه يدخل ويخلص اموره. وهذه الشركه الرسميه الوحيده اللي موجوده هنا، فاذا حبيت فتعامل معهم افضل لك من اللي متناثرين في الشارع. بعد ما ينزلك الباص او سياره الجولف، الكاشير على يمينك، التذكره للشخص الواحد ب 1100 روبيه، يعطونك مويه مجانيه وكفر للجزمه وانت بكرامه. وهذه هي الاشياء الممنوعه. من الاخر لا تاخذ معك الا جوالك وافتك من المشاكل. الكاميرات الفيديو الكبيره ترى ممنوع بعد، ما هو بس الطيران. وهذه هي الاشياء الممنوعه. من الاخر لا تاخذ معك الا جوالك وافتك من المشاكل. الكاميرات الفيديو الكبيره ترى ممنوع بعد، ما هو بس الطيران. هذه البوابة اللي ينزلك عندها الباص أو سيارات الجولف، وهذا هو التفتيش، يمنع دخول أي شيء من المذكور في اللوحة الماضية. تاج محل 3 بوابات، هذه البوابة الأولى، وهذه الثانية على الحي والسوق، وهذه البوابة اللي أنا دخلت معها وهي البوابة الرئيسية حقت الملك شاه جيهان. بعد ما تدخل مع الـ3 بوابات يجيك المبنى الرئيسي، هذه هي البوابة الرئيسية اللي تدخلك على الحدائق وعلى ضريح تاج محل. وللمعلومية تذكرتك مسموح لك بالزيارة 3 ساعات فقط، ولازم تكون التذكرة معك. وقت الخروج يشيكون، إذا وقتك أكثر من 3 ساعات راح تدفع مبلغ إضافي. هذه البوابة الملكية والبوابة الرئيسية، وهي البوابة الوحيدة اللي تدخلك خلاص على الحدائق وتاج محل. لو تلاحظون هناك واحدة من منارات تاج محل، تلاحظون مزينة بالآيات من القرآن الكريم.
والأدوات أو الأحجار المستخدمة في هذه البوابة لحالها جاية من تقريبا 3 إلى 4 دول، منها الصين وروسيا وبغداد. ولو تلاحظون القبب هنا لو تعدونها 11 قبة، وفي الجهة في الخلف 11 قبة ثانية، يعني 22 قبة صغيرة موجودة على الباب، وهذه ترمز إلى عدد السنوات في إنشاء تاج محل، 22 سنة. عند البوابة الملكية هذه اللي تطلع على الحدائق وعلى تاج محل في صندوق أمانات، ومنعوني من استخدام الأوزمو بالمحاولة، قالوا خلاص صور في هذه الساحة وارجع حطها في صندوق الأمانات. أأمن مكان حطيت المفتاح فيه بس طاح الكرت، رقم الصندوق 36. صادوها في الكاميرا هذه ومنعوها، نفس الحكاية سحبوها من هنا. السلام عليكم، أسعد الله جميع أوقاتكم، كل خير. من الهند بالتحديد في آقرا، في ساحات وحدائق تاج محل. تاج محل اليوم راح نتكلم عنه، سبب إنشائه، وش هو تاج محل، ومن اللي أمر بناء تاج محل. أدري إنكم ترى هذا هو، بس أني متعمد ما أطلع، تبونه يطلع. هذا الصرح العظيم وأحد عجائب الدنيا السبع، راح نتكلم اليوم عنه بالتفصيل. هذا الصرح العظيم وأحد عجائب الدنيا السبع، راح نتكلم اليوم عنه بالتفصيل. تاج محل المبنى الأبيض هذا، من منكم ما يعرفه؟ حتى اللي ما يعرفه شايف صورته. إنشاءه، وش هو تاج محل، ومن اللي أمر ببناء تاج محل. أدري إنكم ترى هذا هو، بس أني متعمد ما أطلع، تبونه يطلع. هذا الصرح العظيم وأحد عجائب الدنيا السبع، راح نتكلم اليوم عنه بالتفصيل. تاج محل المبنى الأبيض هذا، من منكم ما يعرفه؟ حتى اللي ما يعرفه شايف صورته أيام الطفولة، من عادنا صغار وإحنا نشوف الصورة هذه، والمبنى هذا في كل مكان نروح له، وأغلبيتها في الحلاقين. إيه نعم، كنا نروح الحلاقين ونشوف الصور فيها، ما كان عندنا حلاقين أتراك. المهم المبنى هذا وش هو؟ هذا ضريح لزوجة الملكة والإمبراطور شاه جيهان اللي كان حاكم الهند، والضريح اللي موجود داخله هو ضريح زوجته، وسبب البناء هو بناء وفاء وحب لزوجته ممتاز محل. وبعد وفاتهم حطوه بعد كذلك بجنبها هنا في هذا المبنى، وله قصة ثانية بعد بنتكلم فيها، بس بعدين ما هو بالحين. المبنى هذا زوجة شاه جيهان الثالثة اللي هذه ممتاز محل يحبها حب متعدي الكل، لأنه كان يبيها أصلاً زوجته الأولى، لكن أبوه رافض والسياسة والأوضاع تمنع أنه يتزوجها كأول زوجة، فتزوجها ثالث زوجة. فبعد ما تزوجها الشعب كله يحبها، لأنها كانت تهتم بالأرامل وبالأيتام، تهتم بالشعب وأمور الشعب، فالكل يقدسها ويحب هذه المرأة. غير كذا أنها صاروخ أرض جو، أنها مزيون. بعد حكم شاه جيهان بثلاث سنوات كانت في عملية تمرد، كون أو جهز الجيش وطلع، بالعادة ممتاز ما تفارقه وأنها دائما معه وهو معها، لكن هذه الفترة هي حامل. فيوم 16 يونيو 1631 ولدت في الليل، لكن خلاص تطلق أنفاسها الأخيرة بعد الولادة، تعبت تعب شديد، فعطتها نصائح ومختلف الآراء أنها هل هي صدق اللي موصيته بهذه الأمور أو هو من حب لها سوى هذه الأشياء، لكن وسط أنه ما يتزوج وأنه ينتبه لعياله وأنه يبني هذا الضريح. طبعا مختلفين في الأقوال، لكن اللي همنا أنه يوم وفاتها يوم 17 يونيو 1631. بعدها بنت وبدت قصة تاج محل. وللمعلومية آقرا المدينة اللي أنا فيها واللي موجود فيها تاج محل هي كانت عاصمة الهند إلى آخر سنتين من حياة الإمبراطور شاه جيهان. انتقلت بعدها إلى دلهي اللي تبعد من هنا تقريبا 200 كيلو إذا ما خانتني الذاكرة، وإن شاء الله أن المعلومة صحيحة وإني ما جبت العيد. المهم أمر ببناء الضريح هذا وقال ما أبغى مثله في العالم، جاب جميع المهندسين وأشهر الحرفيين من كل مكان، من آسيا، وجاب من بغداد، وجاب من الشام، وجاب من إيران ومن الفرس، وجاب من الأتراك العثمانيين، جاب مهندسين اللي قام بناء هذا الصرح العظيم أكثر من 22 ألف عامل، واستمر بناءه
22 سنة، يقول منها أنها 17 سنة لحد ما أكتمل هذا، وخمس سنوات في بناء المسجد والحدائق هذه. يبيله مو بيوم ولا يوم، يبيله تحملوني. معلومة مهمة، يوم الجمعة ترى مغلق، ما هو مسموح إلا المسلمين الهنود فقط أنهم يجون علشان يأدون صلاة الجمعة هنا. حتى لو أنك مسلم ما تدخل إذا ما أنت هندي. تعمدت أمسك هذه الزاوية علشان الإزعاج والناس. الشيء الثاني بحيث أني أروي القصة بعدها، راح تكون المقاطع والصور صامتة بحيث أنكم تشوفون دقة التصميم والعجائب اللي صايرة في هذا المبنى. لو تلاحظون هذه المنارة تشوفونها مائلة، المنارة الثانية والثالثة ثلاث منارات مائلة عكس المبنى، بحيث شوف التصميم، شوف الذكاء، بحيث أنه إذا جاء زلزال أو شيء طاحت المنارة ما تهت المبنى، إلا منارة واحدة بانينها مستقيمة لكنها بعيدة شوي. خلاص الحين بطلع، أو بالأصح بدخل، نقرب من المبنى ونفك العدسة هذه لأنها مخربة التصوير. صح أنها معطية سعة أكبر لكنها تخرب التصوير. حاليا انا تحت مبنى تاج محل، الضريح الاكبر والاشهر والاجمل في العالم. الاحجار هذه، الرخام الابيض هذا، جايبينه من منطقة تقريبا تبعد عن هذا المكان 400 الى 500 كيلو، واستخدموا في سحبها الى هذا المكان اكثر من 1000 فيل. هذه تقريبا 10 دقائق يقفل، يقفلون الساعة 5 ما عاد تقدر تدخل داخل المبنى، لكن ان شاء الله ما تطول. ارشادات خلاص، تدخل من هذا الباب خلاص ممنوع التصوير، لا صور ثابتة ولا فيديو، لكن بنحاول ان نلقط لكم اشياء خاصة. اول ما تدخل في هذا الشكل اللي تشوفونه، الضريح الفعلي لممتاز الملك تحت، لكن العالم حاطين لهم نسخة فوق في الدور الارضي للضريح، ولا الفعلي الضريح تحت مقفلين عليها بحيث ان ما حد يسرقها او يقرأ، وهنا حاطين كوبي بيست منها بالتمام. هذا ضريح حق ممتاز الكبير، والصغير هنا، لا الكبير اللي على اليسار حق الشاب، وهذا حق ممتاز الصغير. هذا ضريح حق ممتاز الكبير مثل ما تشوفون الحين. خلني بس اغطي الشاشة. حاليا موجود هنا في وسط الضريح شرطي على يميني، سوري، والضريح هذا اللي موجود هنا هو ضريح، ما هو الضريح اللي موجود هنا ما هو الضريح الأساسي، الضريح الأساسي تحت في القبو. اللي موجود هنا الضريح الكبير هو ضريح الملك الإمبراطور، بعد ما توفى ادفنوه هنا بجنب ممتاز، والضريح الصغير هو حق ممتاز، لكن هنا يتعبدون ويرمون قروش وهذا شيء لا يجوز أبدا. وهذه الفتحة الأساسية ويفتحونها كل يوم 16 ذكرى زواج، يدخلون ويجيكون على الوضع ويرتبون. ودخول تاج محل ترى لفة سريعة وتطلع، يعني مسوينها بقوس. هذا عند القبة الأساسية، والحين نكمل حنا طريقنا ونشوف وش قدامنا. الشهير في الهند يمنى، يمر من خلف تاج محل ويمر القصر الأحمر ويمتد من العاصمة القديمة إلى العاصمة الحديثة دلهي. شفت المنطقة المقابلة هنا، الإمبراطور شاه جيهان كان ناوي يبني هنا ضريح ثاني له شخصية، ويحط بدال اللون الأبيض اللي في تاج محل يحط فيه رخام لون أسود مقابل ويشبكها بجسر، لكن ولده ربط هذا الشيء. بنى تاج محل عام 1653، بعدها بخمس سنوات استولى ابن الشاه جيهان الحكم وحطه في الإقامة الجبرية في هذاك القصر، قصر الحرب. القصر هذا وهو اللي طلب منه، قال له خلني هنا. أخذ 8 سنوات في هذا القصر وهو يطل على تاج محل كل يوم وهو يشوف تاج محل. بعد 8 سنوات توفى عام 1666. مهمة لازم أن نذكرها هنا في تاج محل، بعد الحكم البريطاني أو الإمبراطورية البريطانية عام 1800 ميلادي، سرقوا منها أحجار كريمة، سرقوا منها أشياء كثيرة، حتى الأبواب ما سلمت سرقوها، وبدأ مهجور، لكن رجعوا يرممونه ورجعوا يهتمون فيه في نهاية الحكم البريطاني الهندي، واستمر ذلك.
بعدها مثل ما ذكرت تم دخل في التراث العالمي اليونسكو عام 83. هذا اللي كان يقسم الحدائق إلى أربع أقسام، نوافير مائية هذا النص، وفيه النص اللي واقفين عليه من التاج إلى البوابة. أدري طولت عليكم وكثرت، لكن المكان والصرح هذا ما تكفي تغطية يوم واحد، يومين ثلاثة يبي له مونتاج، ما هو سنابات أو ناس عندهم صبر ما يسوون كذا. صدق المكان يستاهل أكثر من كذا، ويبغى كلام كثير كثير كثير. هذا توقيت الخروج 5:56، لو تأخرت 4 دقائق خلوني أدفع تذكرة جديدة ب1100. الباصات موجودة عند الخروج، الله أكبر، الباصات موجودة عند الخروج، لكن قلت بجرب السيكر، قال لي ب200 وأنا وياه آخر شيء ب100، اتفقنا يعني 5 دقائق.